هذا الفيديو التقط في شوارع نيويورك والتي تتعرض لموجة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين. مشاهدينا، الأسبوع الماضي تحدثنا في منصات عرضنا فيديوهات تظهر عمليات تسلل واسعة لمهاجرين من جنسيات مختلفة من الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هذه الصور التي أخذناها تظهر أعداد المهاجرين الهائلة والذين عبروا الحدود، حتى أن وقتها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علق على القصة وقال بأن هذه الموجات تدمر البنى التحتية في نيويورك والتي هي مدمرة بالأساس. طيب، يظهر هذا الفيديو وصول موجات من هؤلاء المهاجرين إلى شوارع نيويورك بالفعل، علق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هناك بأن المهاجرين حولوا شوارع المدينة إلى فنادق بعد افتراشهم الأرض والطرقات. أيضا أعداد كبيرة جدا من المهاجرين وصلت إلى نيويورك خلال الأيام الماضية، مما دفع سلطات المدينة إلى إعلان حالة الاستنفار بسبب ما تتعرض له المدينة من دمار لبنيتها التحتية.